السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي ألا عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير، كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. دايما أحب أفتتح فيديوهات العيد وكحك العيد وحاجة العيد كلها بكل عام وأنتم بخير يا رب، وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ونكون في أحسن حال كل عام يا رب. النهاردة الفيديو بتاعنا بيضم وصفتين حلوين قوي من ضمن نواعم العيد الحلوة قوي، وهي البسكوت والغريبة. هنعمل الوصفتين وتعالوا نبدأ على طول في المقادير. اول حاجه معايا وهي مقادير البسكوت، بسكوت البرتقال او النشادر. انا النهارده عامله مزيج ما بين الاثنين في بسكوت واحد بس، هيعجبكم جدا للناس اللي بتحب النشادر في العجين وللناس كمان اللي بتحب طعم البرتقال في البسكوت، وهقول لكم على البدائل لو حابين تشيلوا ده وتحبوا تشيلوا ده. اول حاجه طبعا انا هشتغل بكيلو من الدقيق، وتقدروا تنصفوا الكميه لو حابين تعملوا نص الكميه. انا هنا هستخدم 3 كوبايات ونص من السكر البودره، وهي هي الكوبايه اللي انا بعير بيها كل المكونات. بالنسبة للزبدة او المواد الدهنية، انا هستخدم النهاردة زبدة وسمنة للناس اللي بتحب البسكوت ناعم جدا. لو حابين تستخدموا صنف واحد بس على فكرة هيطلع كويس جدا، اهم حاجة تكون الدهون بتاعتكم سواء الزبدة او السمنة في درجة حرارة التلاجة. الكمية كلها عبارة عن 2 كوباية و3/4، يعني 3 كوبايات الا ربع من السمنة او الزبدة. حابين تخلطوهم بالنص بالظبط، او حابين تخلوا نص من ده ونص من ده، او يعني 1/3 و1/3 زي ما انتوا حابين. الاثنين مدخلاهم التلاجة ومتماسكين كويس قوي. معايا كمان 4 بيضات بحرارة المطبخ، البيض دايما بحرارة المطبخ كاملين. ومعايا كمان رشة فانيليا او اللي هي معلقة كبيرة مليانة، عشان بس البيض بيحتاج فانيليا لان كميته كبيرة. هحتاج هنا كوباية من الحليب. لو انا عايزة بطعم البرتقال ممكن اشيل اللبن ده خالص واستخدم كوباية من عصير البرتقال. عايزة ازود النكهة شوية، انا هستخدم النهاردة لبن عشان هستخدم معانا شادر، فهحط معاه كمان باكو من التانج ده، لان انا ما عصرتش برتقال، فانا حبيت ان انا استخدم اللبن واستخدم كمان بودرة تانج اللي هتدينا اللون وريحة البرتقال وهتزود النكهة شوية. بس اللي بحب احطه كمان بصراحة هو قشر البرتقال. قشر البرتقال نكهة طبيعية، طعمه حلو قوي لما يبان كده قطعة قشرة في البسكوتة وانت بتاكلي، ما بتبقاش مضايقاكي قوي، لكن بتديكي طعم برتقال قوي جدا وطبيعي. الحاجة الاختيارية جدا في البسكوت وهي معلقة كبيرة مليانة من الحليب البودرة، بتبقى حلوة جدا جدا وممكن تستغنوا عنها على فكرة. طيب اللبن بقى اللي انا استخدمته ده هحط له نشادر. النشادر ده عبارة عن معلقة صغيرة، مش اكتر من كده، معلقة صغيرة من النشادر عشان بس ما تبقاش زيادة قوي، هي نتيجتها بتكون رافعة للبسكوت فبتديكي هشاشة حلوة جدا جدا. طبعا رشة الملح بتاعتنا المعتادة مع كيلو دقيق. اول حاجة انا هشتغل فيها طبعا هي الزبدة والسمنة، هما طالعين من التلاجة، واول ما طلعتهم قطعتهم مكعبات وزنتهم، اخدت بالميزان 400 جرام من الزبدة، وهسيب لكم في صندوق الوصف المقادير بالميزان وكمان بالكوبايات، لان في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده. بالنسبة للسمنة بتكون كميتها 200 جرام، الزبدة 400 جرام والسمنة 200، يعني توتال كله 600 جرام. تقدري زي ما قلتلك تستخدمي 300 جرام زبدة و300 جرام سمنة بحيث ان انت توزني ما بين الكميتين، لكن انا حبيت اعمل 2/3 تقريبا، وهم في حرارة التلاجة زي ما انتوا شايفين كده متجمدين شوية. هستخدم طبعا الخوافق ده لان هو هيخفق معايا الحاجة كويس قوي، وهيخلي السمنة والزبدة يتجانسوا كويس ويخليهم كريمي وناعمين. والمهم قوي ان هم يتضربوا كويس جدا زي ما اتفقنا في مرحلة البيتي فور امبارح واحنا بنتكلم عليه. الزبدة والسمنة اول ما يتضربوا مع السكر النتيجة بتاعتهم لازم تكون ناعمة كريمي لونها فاتح، اللون الاصفر اللي في الزبدة والسمنة يختفوا تماما. زي ما انتوا شايفين اول ما طريوا معايا الاتنين ابتديت احط السكر بتاعي والفانيليا. زي ما اتفقنا برضو امبارح في فيديو البيتي فور ان الفانيليا بتتحط مع المواد الدهنية، بتمسك فيها اكتر، بتعزز نكهة الفانيليا اكتر فبتثبت فيها، عكس ما بنحط الفانيليا على البيض. تمام كده، حطيت انا فانيليا سايلة، وتقدروا تستخدموا فانيليا بودرة مفيش مشكلة خالص. وممكن على فكرة تكتفوا بالقشر البرتقال، بس هتحتاجوا معاها معلقة صغيرة من الخل. بس انا عشان مزودش مقادير سايلة والعجين يبوظ مني ما حطيتش خل، وطبعا خلينا في الفانيليا سواء البودرة او السايل. ضربتهم كويس، بصوا اللون بقى فاتح ازاي، فيها لسه سنة لون اصفر، فهعيد الضرب تاني معاها بس باستخدام الخافق اللي هو عشان نحط الدقيق بقى ونوقف ضرب المضرب ده، لان هو عنيف شوية مع الدقيق، فهنشيله على جنب وهنبدأ بقى نحط بقية المكونات بتاعتنا ونستعد لنزول الدقيق.
حطيت هنا باكو التانج، هو عصير بتكون حجمه 25 جرام تقريبا، يعني معلقة كبيرة وحاجة بسيطة. حطيت كمان قشر البرتقال، ممكن تشيلوه على فكرة وتستغنوا بس يعني، أو تستكفوا بالبودرة التانج. حطيت كمان معلقة اللبن البودرة الكبيرة، هي بيبقى تأثيرها حلو في طعم البسكوتة، يعني بيديها طعم كده زي نكهة الحاجات الجاهزة. لو حابين ان انتوا تشيلوها مش هتفرق كتير قوي. ضربت بقى الحاجة كويس جدا، هتلاحظوا كمان ان العجين بقى لونه برتقاني خفيف كده يعني، بس اللون حلو. البيض بقى انا هبدأ احطه بالتدريج زي ما عملنا في البتيفور بالظبط، هما تقريبا قواعد ثابتة كده في حاجة البسكوتات عموما بعيدا عن الكحك دلوقتي، يعني البتيفور والبسكوت والسابلي الحاجات دي والغريبة كمان، هتلقوا ان ضرب الدهون مع السكر خطوة مهمة جدا جدا. لو في حاجة من مكوناتها داخل البيض فهتلقوا البيض بيضاف بالتدريج، ولازم تختفي البيضة الاولانية وهكذا لحد ما تخلصوا كل البيض اللي معاكم. ادوا حق البيض في الضرب عشان ما يبقاش العجين باظت مننا في الاخر بسبب ان احنا ما اديناش لكل خطوة حقها. نيجي بقى لخطوة اللبن والنشادر. اللبن لازم يكون دافي او ميل للسخن حاجة بسيطة. انا سخنت الكوباية وهحطها معاها معلقة النشادر، ريحته نفاذة شوية لكن بيدينا مفعول حلو، بيخلي البسكوتة مش مكتومة، بيخليها ما تعلاش قوي بس من جوه مفرغة وجميلة جدا. ما تكتروش في كميته برضو عشان لو من الناس ما بتحبش طعمه احنا ناخد تأثيره بس من غير ما ناخد الطعم، عشان كده انا حبيت اوازن ما بين الاتنين، اخدت تأثير النشادر واخدت طعم البرتقال. لو انتوا حابين تستخدموا النشادر بس مفيش مشكلة خالص بنفس الخطوات دي، وشيلوا كل النكهات بتاعة البرتقال اللي احنا حطيناها. لو عايزين تشيلوا نشادر خالص وتزودوا نكهة البرتقال فهتستخدموا مكان كوباية اللبن كوباية عصير برتقال بس، لا اكتر ولا اقل، يعني هتبدله بس ما بين الاتنين. طبعا ضربتهم كويس جدا، الخليط بقى حسيته خفيف جدا جدا، عامل زي رغوة الصابون او الفوم، حاجة عالية وهشة جدا جدا. هحط بقى هنا كيلو دقيق بالكامل ورشة الملح بتاعتنا. لو حابين ان انتوا تقللوا المقادير زي ما اتفقنا هتاخدوا كل حاجة بالنص، نص كيلو دقيق هياخد 300 جرام من الزبدة او السمنة، وهكذا السكر وكمان 2 بيضة والفانيليا بتاعتنا، والباقي بقى كله هتمصصوه بالطريقة المعتادة. هنا انا خفقت طبعا سرعة منخفضة شوية عشان الدقيق بيتطاير لحد ما يختلط كويس جدا، وهوقف ضربه. اول ما الاقي الدقيق اختفى خلاص كده تمام، كفاية ضرب لحد كده عشان الدقيق ما يكونش عرق، رغم ان كمان دقيق البسكوت والبتيفور والحاجات دي ما بيكونش عرق خالص، نادرا يعني. شايفين الخليط بقى حلو جدا، وده خليط المناسب لعمل البسكوت في كيس الحلواني، بسكوت الكيس. يعني العجين هنا طري شوية، لكن العجين اللي بيستخدم في مكنة البسكوت بتكون يعني قوامها اتقل من دي حاجة بسيطة، عشان بس ما حدش ياخد العجين ده ويستخدمه في مكنة البسكوت اللي هي شبه المفرمة اللحمة بيتركب لها وشوش للبسكوت. انا هنا حطيت العجين بتاعي في كيس حلواني، وحطيت كمان المشط بتاعه او القمع بتاع البسكوت، هو بيبقى عبارة عن جزء مشرشر والجزء اللي من تحت بيكون مستقيم، فبالراحة خالص بتلقي العجينة سايلة منك كده وبتنزل بمنتهى السلاسة، لا هي قفشة قوي ولا هي سايلة قوي او سايحة، بتكون معقولة جدا، خصوصا لو انت مش شغالة في درجة حرارة معقولة، المطبخ ما هوش حر قوي، ممكن تشتغلي كمان في مروحة، ممكن تشتغلي في تكييف، ممكن تشتغلي بالليل، بصراحة بيكون الجو حلو جدا. الصاج اللي انا مستخدماه هو صاج خالي من اي دهون، يعني انا لا دهنا زيت ولا زبدة ولا سمنة، نظيف ما فيهوش اي فتافيت من بسكوت قبليه، ما فيش اي حاجه من دي، تبداي تشتغلي على طول. البسكوته في اخر اطرافها كده لو تلاحظوا ان هي مش مستقيمه قوي، يعني مطرح قطعت الكيس بتلقوا فيه حاجات كده طالعه كده شويه، دي لو اتخبزت بالشكل ده هتطلع مفتفته وهتتكسر منكم الطرف بتاع البسكوته. فانا بمنتهى السهوله هتمسكي اي سباتيولا عندك او مسطره حتى وتبداي تساوي الاطراف بتاعه البسكوته بتاعتك عشان تطلع ما فيهاش حاجه طالعه وحاجه نازله فتتكسر منك بعد الخبز. الموضوع سهل جدا، وهعيد عليكم المقادير تاني. كيلو البسكوت بياخد 600 جرام من الدهون، يعني 3 كوبايات الا ربع من الدهون سواء الزبده او السمنه. وزي ما اتفقنا حابين تنصصوا كميه السمنه والزبده مفيش مشكله، حابين تستخدموا الزبده بس مفيش مشكله، او تلت وتلتين زي ما انا استخدمت برده مفيش مشكله. النتيجه دي بتطلع معاكم بسكوت حلو قوي،
طري جدا قوامه حلو. لو في بسكوته شكلها ما عجبكيش وانت شغاله، وارد جدا ان ايدك تتلخبط، ايدك تتحرك، ما تطلعش البسكوته مستقيمه، تطلع بسكوته اطول من التانيه او اقصر من التانيه، مفيش اي مشكله خالص. بالراحه جدا بالسباتيولا بتاعتك او بمعلقه نظيفه امسحي كل اللي انت عملتيه مطرح البسكوته يعني، وحاولي ان انت تنضفي في مكانه كويس، وابدأي اشتغلي مكانها على بسكوته تانية زي اللي حصل معايا دلوقتي. شلتها بمنتهى البساطه كده وحطيت واحده تانية مكانها، مفيش مشكله. لكن عايزه اقول لكم ان انتوا لو غلطتوا ودهنتوا الصاج بتاعكم، البسكوت ده هيتهز منكم وانتوا شغالين، هيبقى مشكله شويه يعني، هيغلبكم حاجه بسيطه. بس الاحسن ان انتوا ما تدهنوش الصاج بتاعكم اي ماده دهنيه، وكميه الدهون اللي في البسكوته كفيله ان هي تخليها ما تلزقش، زي ما عملنا البيتي فور امبارح، وزي ما عملنا كمان الكحكه اول امبارح. وهسيب لكم طبعا اللينكات بتاعتهم، طول ما انتوا شغالين كده في الفيديو هتلاقوا لينكات ظهرت لكم فوق ليها علاقه باللي احنا عملناه النهارده او امبارح، او الخامات كمان بتاعه البسكوت والبيتي فور. عايزه اقول لكم على ملحوظه كمان، انا ما حطيتش عجينه البسكوت بعد العجن في الثلاجه. لو حطيتيها في التلاجة هتبقى صعبة شوية في نزولها من كيس الحلواني، ممكن تسيبيها ترتاح وانت مغطياها على الرخامة في مكانها، وبعد 10 دقايق تبدأي تشتغلي فيها. لكن ما انصحكوش ابدا لو انتوا هتشتغلوا بكيس الحلواني ان انتوا تحطوها في التلاجة، لان هتتقل معاكو شوية وهيبقى نزولها من الكيس صعب شوية. اهو انا بالاسباتيولا كده ابتديت ان انا اساوي الاطراف، عشان زي ما قلتلكوا الحاجات دي ممكن تتحرق معاكم في الفرن، ولو ما اتحرقتش فهي هتتكسر اول ما تطلعيها من الفرن. فعشان نحافظ على شكلها كمان واللي بياكل كده يحس ان انت اشتغلتي صح، شيلي الاطراف كده بالراحة او زحيها كده باي معلقة او اي حاجة عندك مستقيمة. اي صاج عندي بيخلص على طول في الشغل بدخله الفرن على طول، لو الفرن زحمة وما فيهوش مكان بدخل على التلاجة، او اسيبه في مكان في تكييف، بفتح التكييف وخليه في مكان يعني قريب منه بحيث ان الجو يكون ساقع عليه. او لو انت مطبخك لحد دلوقتي الدنيا ساقعه فيه او يعني مش حر، خليكي زي ما انت سايباه في مكانه طالما المكان بارد، ويخليكي بعيده كمان عن الفرن، طلعيه من المطبخ احسن يعني، نصيحتي. دي كده كانت اخر صينيه انا بعملها، الصواني المدوره دي طبعا بدخلها واطلعها. طب بدهنها او بغسلها من بعد ما بطلعها؟ لا، يعني انا اشتغلت فيها بسكوت دلوقتي وشلت البسكوت منها خلاص اتخبز وعايزه اخبز تاني، بنضفها زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات السابقة، ان احنا بناخد منديل نظيف بنمسح مكان الصينية كلها، بنوقع اي فتافيت موجودة او بواقي زبدة وقعت من اي حاجة او ايا كان، تمسحيها كويس تبقى نظيفة كده زي ما انت شايفة قدامك، ما تدهنيهاش حاجة خالص، وتبدأي ان انت تشكلي عليها البسكوت لحد ما تخلصي الكمية، وهكذا هتستحمل معاكي اكتر من دخلة في الفرن. خلاص كده انا خلصت الكمية، طبعا الكمية مش هي دي بس، هما تقريبا دول نص الكمية والنص التاني كان في بقية صاجات تانية خبستها قبل دول. ما شاء الله كمية حلوة قوي، يعني الكيلو بينزل معاكي كمية كبيرة جدا، تقدري تقللي المقدار زي ما اتفقنا. هنا الفرن عندي انا لسه مشغلة المروحة حالا عشان اوريكم التسوية بتبقى عاملة ازاي. انا مشغلة الفرن من قبل ما ابدأ اشكل، يعني قاعد حوالي بتاع ربع ساعة، شايفين الاربع تدرجات بتوع صاجات الفرن، انا بحط على القبل الاخير من فوق زي ما عملنا في الكحك وزي ما عملنا في البيتي فور، ببعد على قد ما اقدر بعيد عن اللهب اللي من تحته. طبعا استحالة افتح الشواية خالص في البسكوتات. ليه ببعد؟ عشان البسكوتة تستوى معايا ما تاخدش لون في الاول ولاقيها من جوه لسه نية. بتاخد حوالي تقريبا 12 دقيقة 15 دقيقة على حسب درجة حرارة فرنك، وهي لازم تكون 180 درجة زي البسكوت او زي الكيك، بيطلع معاكي في منتهى الجمال بالشكل ده، من تحت واخد لون ذهبي حلو قوي، من فوق كمان واخد لون بسيط جدا لكن محافظ على اللون بتاعه اللي هو ما يبقاش يعني محمر بزيادة. شايفين التكسيرة بتاعته تحفة، يعني لا بيتكسر جامد قوي اللي هو بيقرمش بطريقة صعبة، ولا هو الدايب قوي اللي هو بيتفرفت منك، ماسك نفسه وفي نفس الوقت من جوه يعني بيدوب كده. وعلى فكرة سر النشادر بيخلي البسكوتة تبوش معاكي في الشاي بلبن، يعني عشاق الشاي بلبن هم دايما اللي بيبقوا طالبين البسكوتة بتبوش في الشاي بلبن، فالسر اللي بيخلي اي بسكوتة تبوش هو النشادر، عشان كده انا تعمدت المرة دي ان انا احط نشادر في الوصفة. ريحة البرتقان قوية جدا، عايز اقولكوا بصوا بقى بفرح جدا لما احس ان في قشرة برتقان باينة كده في البسكوتة، بحس ان هيبقى طعمها حلو قوي، فعلا طعمها بيفرق، بتحسي كده بطعم البرتقان. طبعا انا كنت صايمة وانا بخبز فخليت الولاد يدوقوا، ما قلت لهمش البسكوت ده بطعم ايه، لكن اول ما دقوا قلت لهم طعم البسكوت ايه، قالوا لي برتقان، فحسيت ان انا نجحت في توصيل طعم البرتقان في البسكوت بفضل الله. طبعا تعالوا بقى ندخل على وصفة الغريبة
الحلوة جدا والسهلة قوي، لكن هي سهل ممتنع، في ناس بتخاف منها كده وانا بصراحة اولهم. المقادير بتاعتنا بسيطة جدا جدا، دي كوباية دقيق ونصها سمنة، يعني نص كمية الدقيق سمنة، السمنة دي بدرجة حرارة التلاجة، مهم جدا. طب انا عملت ايه؟ بصراحة السمنة اللي عندي كلها يعني اقرب ما يكون للسايحة خالص، فعشان يعني اوفر على نفسي المجهود اخدت السمنة اهي في العلبة زي ما هي، سايلة جدا زي ما انتم شايفين، لانها طبعا بتتشال بره التلاجة عادي. مليت نص الكوباية بتاعتي اللي انا محتاجاها ودخلتها التلاجة، تمسكت مفيش 10 دقايق وطلعت بالقوام اللي انتم شايفينه ده، ماسكة نفسها كويس جدا، شايفين؟ بس خلاص مش محتاجين اكتر من كده. السمنة لازم تكون في حرارة التلاجة، وكمان نص كمية السمنة سكر بودرة، هما التلات مكونات دول بس بتوع الغريبة، 3 2 1، دقيق سمنة سكر، وده اي مكسرات عندك او اي شيء هتشكلي بيه، مفيش اكتر ولا اقل من كده. انا هشتغل في الغريبة بكميات صغيرة زي ما انتوا شايفين، بس انا يعني اشتغلت في كوبايتين، انا دلوقتي وريتكم مقادير كوباية واحدة عشان تحفظوها بسهولة، سواء هتكتروا الكمية على كوبايتين 3 4 هتمشوا بنفس المنهج ده. انا حطيت هنا نص كوباية السمنة الاولاني وده نص كوباية السمنة التاني، معناها كده ان انا هحط كوبايتين من الدقيق، هحط هنا كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، ونص كوباية سكر بودرة، تمام؟ ده اللي انا اشتغلت بيه في الفيديو، لكن المقادير اللي انا هسيبها لكم مقادير كوباية الواحدة، عشان لو حابين تضعفوها ضعفوها، حابين تشتغلوا بكوباية واحدة تطلع لكم طبق غريبة لذيذ كده يخلص بسرعة مفيش مشكلة. اهم حاجة برضو زي ما اتفقنا، السمنة طبعا بحرارة التلاجة لازم تتضرب كويس جدا جدا لحد ما تنعم وتبقى يعني كريمي زي ما اتفقنا، بس هتفضل محافظة على حرارتها الساقعة. هضيف هنا السكر اللي هم ربعين من الاكواب السكر، برضو هضيفهم وهقلب كويس جدا لحد ما السمنة تتحول لقوام كريمي جدا، شايفين لونها افتح ازاي بقت عبارة عن كريمة، انت هتنسي تماما ان هي كانت سمنة في يوم من الايام، لما تلاقي الخفق بتاعها وصل للمرحلة دي انت كده نجحتي. هنبدأ بقى نحط الدقيق، لما نحط الدقيق هنخفق بحرص شديد جدا جدا. انا حطيت هنا كوبايتين دقيق بتوعي، وطبعا هتنازل بقى عن الخافق ده، وهستخدم مضرب الكريمات العادية جدا عشان الدقيق ما يتقلبش معانا بزيادة، يدوب لفتين تلاتة وهتلقوا الدقيق امتزج واختفى، خلاص كفاية تقليب. مهم قوي الخطوات دي تمشوا عليها عشان الغريبة تنجح منكم. طيب دلوقتي انتوا لو حسيت انه هي ما لمتش معاكم والعجينة لسه يعني بتلزق، في الحالة دي ممكن تضيفوا لها معلقة دقيق مش اكتر من كده، حاجة بسيطة جدا من الدقيق، يمكن كمان مش معلقة، جربوا الاول في معلقة الا ربع حاجة كده مش مليانة وضيفوها وابتدوا تقليب. طيب لو لقيتوها مسكت نفسها لكن بتشقق وانتوا بتشكلوها او بتحاولوا تختبروا تشكيلتها، لقيتوها بتشقق من الجوانب وبتعمل تشققات كده، تبقى هي محتاجة سمنة، عشان بس الحاجات اللي هتقف معاكم دي في التشكيل بتاع الغريبة سواء شققت او طلعت ناشفة بزيادة تعرفوا ان هي محتاجة سمنة. خلاص كده انا خفقتها، كمية الخفق اللي انتوا شفتوها دي مش اكتر من كده، مش هضيف لها حاجة تانية، يعني انا حسيت ان هي طرية بزيادة ما بتمسكش في ايديا كويس، فهضيف لها زي ما قلت لكم معلقة واحدة بس من الدقيق، حاجة كده بسيطة جدا. هكمل ضرب وخلاص كده هتكون معايا ممتازة، وان شاء الله هتبقى يعني تشكيلها سهل جدا من غير اي عيوب. خلاص كده انا وقفت ضرب وهبدأ ان انا انقلها في طبق لاني هدخلها التلاجة، مهم قوي ان الغريبة عجينتها تكون محتفظة بدرجة حرارة ساقعة، ده اللي بيخليها يبقى قوامها حلو ساعة الخبز، لا تفرش ولا تشقق منك. طبعا لما تدخل التلاجة كمان هتتماسك اكتر من كده، يعني التلزيقة اللي انتوا شايفينها دي هتختفي منها. انا عملت الكمية دي هي تعتبر حلوة قوي، يعني الغريبة عايز اقول لكم من الحاجات اللي فيها السم القاتل او السم الابيض، دقيق وسكر وسمنه، التلاته طبعا مؤذيين جدا لما بيكونوا كميتهم كبيره. انا النهارده بعد ما دخلتها التلاجه هستخدم في تشكيلها المعالق المعياريه اللي انتوا شايفينها دي عشان تطلع معايا الغريبه كلها مقاس واحد، اي مقاس بقى انت عايزاه تشتغلي بيه، عايزاه صغنونه قوي، عايزاه وسط، عايزاه كبيره شويه، براحتك خالص. يعني انا استخدمت حاجه وسط كده، باخد بالمغرفه كده بغرف حاجه بسيطه بالمعلقه المعياريه وببدا اشكلها في ايديا، يا دوب بس هتلاقيها بدات
يعني تتفك من بعضها بسبب ان هي عبارة عن سمنة ودقيق، ما فيهاش اي سوائل تانية خالص تربطهم. فاول ما هتبدأي تشكليها وتعمليها كرة هتلاقيها تمسكت على طول، وهتبدأي ترصيها كده بقى في الصاج النظيف برضو من غير اي دهون ولا دهن اي حاجة. طبعا الفرن عندي بيكون شغال دلوقت، بيكون سخن على اعلى حرارة، واول ما بتدخلي الغريبة وتظبطي درجة حرارتك تفتحي المروحة لو موجودة وتبدأي تقفلي الفرن تاني. انا هخلص الكمية كلها مع نفسي كده، وهي مش هتاخد غير صاج واحد كبير تقريبا، واحد تاني ما تملاش لاخره بس، وخلاص كده يعني كمية شايفاها معقولة قوي، كوبايتين من الدقيق، لان احنا عاملين حاجات تانية والغريبة زي ما قلنا من الحاجات التقيلة جدا، فتستكفي كده بواحدة في اليوم، فلان هي فعلا دسمة قوي قوي. هتزيني بقى الشكل بتاعها باي حاجة عندك مع طخطة خفيفة جدا، وانت بتضيفي المكسرات او حتى الشوكليت شيبس او اي حاجة عندك، ممكن كمان تحطي كريز احمر، ممكن ما تحطيش حاجة خالص، تكتفي كده بتجويف بسيط تعمليه بظهر معلقة ولا حاجة في نص الغريبة بتاعتك، اكتر من كده انا ما بعملش. هي شوية مكسرات كده كانت عندي استخدمتها وخلاص. الفرن بتاعي زي ما اتفقنا في الخبز برضو على الرف الاقرب للشواية من فوق، بشغله وبشغل المروحة، ما بفتحش الشواية نهائي، بتاخد درجة حرارة 150، يعني حاجة بسيطة جدا، يعني اللي هي بداية اللهب بتاع الفرن. اول ما الفرن يبدأ يقول انا اتفتحت كده، حاجة بسيطة جدا، شمعة، ابدأي سوي الغريبة عليه، وبرضو ما بتطولش ابدا، وكمان الغريبة ما بتاخدش لون من تحت، لونها تقريبا من فوق زي تحت بالظبط، بتطلع لونها ابيض كده، يعني حاجة ملهاش لون خالص. طبعا بتطلع دايبة جدا وناعمة جدا، لا بتتكسر ولا حتى مفرغة من جوة زي البسكوتات والبتيفور زي ما انتوا شايفين. يا رب يكون الفيديو النهاردة بتاعي عجبكم، استفدتم ولو بشيء بسيط من اي حاجة قلناها النهاردة. ما تنسونيش في دعائكم الطيب، ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. مع الف سلامة.